وقد رقصت بشكل جميل. فتى مطيع. لا لا، هذا زايد، لا يمكنني رفع عيني عنه. لقد نفذ الفشار. لا تقلقي يا عزيزتي، ساتولى هذا. انتظري هناك، ساضع البذور في المقلاة واسخنها. امل انك تحبينه مقرمشا ومتفاحما. حسنا، سألقي هذا في القمامة لنجرب هذا مجددا. اعتقد ان هذا سيفلح، لن يطول الامر الان. كان يمكن لذلك ان ينتهي بشكل سيء، لكن حصلنا على فشار. هل ترين؟ اجل، احسنت صنعا. هذا ما نحتاج اليه. تضع البذور في آلة صنع الفشار هكذا تماما، ثم يمكننا وضع الغطاء عليها لنشغلها. إنها تفعل شيئاً. واو، إنها تصنع الفشار. الكثير من الفشار لذيذ. هذا أسهل كثيراً، صحيح؟ لذيذة. ما هذه الآثار التي تعلو وجهك؟ أي آثار؟ لا شيء، ابقى هنا، سأستخدم هذه الضمادة. هذا غير مؤلم. أمي توقفي. أمي، هل أنت جادة؟ وجدتها. سأضع الضمادة على سطح مستوى ثم أرسم عليها. سأجعلها بشكل ممتع قدر الإمكان. والآن سأضيف بعض الألوان. هذا ألبوم جميل. كدت أنتهي. لا مزيد من الضمادات الرتيبة. واو، ما أجملها. سأضعها فورا. رائع، أحببتها فعلا. كيف أبدو؟ واو، جميلة. شكرا أمي، أنت رائعة. سأشرب الشاي وأسترخي. أمي انظري، حل هذا اليوم أخيرا. أوف، اتسخ ردائي. حسنا، هيا يا ولدي، يجب أن تبدو في أفضل حلة. لنذهب إلى الروضة. أمي، إنها تمطر. ماذا سأفعل؟ أوه، لا تبكي يا ولدي، انظر، هذه مظلة. صحيح، ضربتها صاعقة. أريد الذهاب للروضة. انتظر يا عزيزي. أين المناديل؟ لحظة، ستارة الحمام، إنها الحل المنشود. سأبدأ بطيها بهذا الشكل. سأحتاج إلى المقص الآن. سأقص طرف الستارة. أصبحت هذه القطع جاهزة. سأستخدم مكواة الشعر بهذه الطريقة. انتهيت، أصبح الرداء جاهزاً. انظر، ما رأيك؟ هل أعجبك ردائي الواقي من المطر؟ أجل، صنعت واحداً لك أيضاً. سنذهب الآن إلى الروضة دون أن تتبلل. يا له من نوم هانئ. من الأفضل أن أستعد. سأبدأ بغسل أسناني. لقد استهلكت جدتي معجون الأسنان بالكامل ثانية. لحسن الحظ، هناك المزيد هنا. والآن سأنتظر. سأختبئ وأمسك بها متلبسة. حوض الاستحمام هو المكان المثالي، لكن علي أن ألتزم الهدوء. أعتقد أنني أسمعها قادمة.
رائحة فمي كريهة، ماذا كنت آكل؟ لقد حانت اللحظة، من الأفضل أن أنظف أسناني. إنها بطيئة جداً، سأسلي نفسي بينما أنتظر. كيت أصل، بقيت عدة خطوات فحسب. لقد وصلت أخيراً، دعوني أفرك أسناني. الآن أين معجون الأسنان؟ أها، سأضغط عليه قليلاً وسأضع المزيد. أهم، لقد انكشف أمري، أعني أجل يا عزيزتي. هل من خطب ما؟ أعطيني معجون الأسنان، عليك استخدام موزع معجون الأسنان. أضع معجون الأسنان في الأعلى ثم ألصقه على الجدار. حين تضغطين على الرافعة ستخرج كمية معجون الأسنان المثالية. رأيتي؟ يا لها من أداة صغيرة مفيدة. أوه، أهلاً بأميرتي الصغيرة، ما أظرفها. سأحتفظ بالباقي لوقت لاحق. أنا جائعة، هبي أريد حلوى. أوه حسناً، تفضلي. انتهيت منها، هذه الحلوى لذيذة. أو صحيح، حلوى المصاص. يا إنها مقرفة، حلوى المصاص مقززة. يا إلهي، أو لا تقلقي، خذي هذه بدلا منها. ها، خطرت لي فكرة عبقرية تناسبها تماما. انظري، خذي حلوى المصاص الجديدة. خذ أنت هذه الحلوى. أوف، سأحتفظ بها لوقت لاحق، سألعب بكرة الشاطلان. يا إلهي، هذا رائع، لا يمكنني التوقف عن المشاهدة، ولا يمكنني أيضا التوقف عن تناول هذه الحلوى. حبة وردية، النكهة المفضلة لدي. هاي، ما هذه الحلوى؟ لذيذة، أعطني هذا، أريد المزيد. أحب هذه السكاكر، ودعني يا أمي. أوه، لقد أخذت الحلوى خاصتي، يجب أن أفعل شيئاً. حسناً، سأحضر حلواً جديدة من المطبخ. إنها لا تراني، هذه فرصتي لأخذ المزيد من الحلوى. أوه، حمداً لله. ياي، المزيد من السكاكر، شكراً أمي. لابد أنك تمزحين. حسناً، لن تجدني هنا. مرحباً أمي، شكراً على الحلوى. أوه، أريد تناول بعض الحلوى فقط، هل هذا كثير؟ يجب أن أكون أكثر هدوءاً ويقظة، وهذا كل شيء. أوه، يبدو هذا المكان آمناً. ما للحظة، أعتقد أنه قد خطرت لي فكرة، لدي كيس المناديل المبللة هذا. أجل، يمكنني الاستفادة منه. أولاً سأخرج المناديل، ثم سأزيل قطعة البلاستيك هذا داخل المستطيل، والآن أصبح جاهزاً لإضافة المزيد من الحلوى. انظروا إلى هذا، لقد ملأته بالحلوى، ويمكنني استخدام الغطاء. أصبحت الحلوى الآن مخفية تماماً، سأتناول واحدة الآن. أوه، انظروا إليها، تبدو هذه الحلوى الصفراء شهية، لذيذة، أحب الحلوى كثيراً. أهلاً، ما هذا الاهتزاز؟ هلا، انظروا إلى الماء، إنها قادمة. أوه، قد أتت. مرحباً أمي، هاي، أشم رائحة حلوى، هل لديك أي منها؟ ماذا؟ أنا؟ ليس لدي أي حلوى سوى كيس المناديل المبللة هذا. دعيني أراه، لا أعتقد أن هذا الشيء يحتوي على حلوى. حسناً، يمكنك أخذه. أوه، ربما الحلوى في مكان ما هناك. لقد ذهبت، وأخيراً يمكنني الاسترخاء بهدوء، وبالطبع سأتناول هذه الحلوى الشهية. أي من هذه الحيل ستستخدمون؟ أخبرونا بذلك في التعليقات أدنى، ولا تنسوا مشاركة هذا الفيديو مع أصدقائكم والاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من الفيديوهات الرائعة. هل للمخاط أي رائحة؟ كلا، أعتقد لا. عزيزتي، لقد عدت من المتجر، هل اشتقتي إلي؟ سأخرج المشتريات من الأكياس. واو، ماذا لديها في هذا الكيس الكبير؟ هل بداخله حلوى؟ ربما كيس من رقائق البطاطس؟ أوه، الشوكولاتة مفرودة، أريدها حالاً، سأذهب لإحضارها. وماذا لدي هنا أيضاً؟ أوه،
حسناً، تبقى بضعة أشياء. القليل من التفاح تضعه هذه هنا. هو ليزي، لقد أخفتني. هو هل تريدين بعض الطعام؟ هل هذا ما تبحثين عنه؟ ياي، إنها المفضلة لدي. كم هي لطيفة، أحب أن يمي يمي يمي، إنها شهية جدا. أريد المزيد. لا، لن يجدي هذا. حان الوقت لتنظيف المكان. ابقي هادئة يا ليزي، سأنظف وجهك وأبدل ملابسك. هكذا سأرتب شعرك أيضا. لا أصدق كيف أحدثت كل هذه الفوضى بسرعة. لحسن الحظ أنني أوقفت هذا. يمي يمي. تباً، كانت علبة الشوكولاتة في يدي الآن. ابقي ثابتة، سأنظفك مجدداً. هكذا، لا أصدق كيف يمكنها إحداث كل هذه الفوضى في وقت قصير. مهلاً لحظة، أراهن أن حل هذه المشكلة يكمن في هذا الكيس. أعطني هذا يا عزيزتي، سأجعلك ترتدين هذا الكيس. هكذا. لم علي ارتداء هذا الشيء؟ ياي، شوكولاتة. يمي يمي يمي. يا إلهي، يا لها من طفلة فوضوية. لكن على الأقل ستكون الفوضى على الكيس. لا شيء يضاهي العصير الطازج. صباح الخير يا أمي. إليك كوب لذيذ من العصير الطازج. لا أريده، إنه مقزز. إنه جيد لك، أفضل تناول بعض الشوكولاتة. لا شوكولاتة على الفطور. لكن حاولي إيقافي. أعطني تلك. نانا، إنها لي. يحدث الشيء نفسه كل صباح. مهلا، ربما يمكنني استخدام لعبة الفقاعات هذا. قد يكون هذا مفيداً. أعتقد أن هذا سينجح. خذوا لعبة الفقاعات وصبوا فيها بعض العصير. املأوا الفقاعات كلها. وضعوا لعبة الفقاعات في المجمد حتى يتجمد العصير، ثم انزعوه من اللعبة. يبدو هذا رائعاً. ستحبه أوليفيا. كنت سأكله لو كنت في موضعها. أوليفيا، ماذا؟ انظري إلى ما صنعته. ما هذا؟ جربيه إن كنت مصرة. من الأفضل أن يكون لذيذاً. هذا موتر. هيا استمري أرجوك. إنه جيد. إنها مثل المثلجات. شكراً يا أمي. سألقي هذه في القمامة. مرحباً. مهلاً، أمك لديها اجتماع يا أوليفيا، لذا كوني هادئة. فهمتك. يبدو هذا ممتعاً. ماذا؟ صحيح. آسفة، هل أكملنا؟ كنا نتحدث عن المبيعات المتوقعة للشهر القادم. تبدو توقعات سليمة. أنا، هل كان ذلك حذاءً طائراً؟ أمي، من ذلك الرجل مضحك ما ظهر؟ أوليفيا، بما أخبرتك؟ هذا محبط جداً. أعتقد أنني أعلم ما سأفعله. ضعوا قطعة من الشريط اللاصق على حلقة هولا هوب، ثم ضعوا قطعة رأسية. أصلوا وضع الشريط اللاصق على الحلقة حتى تحصلون على هذا الشكل. أوليفيا، لدي شيء لأجلك. انظري، إنها لعبة ممتعة. ينبغي أن يشغلها هذا. إذن ماذا كنا نقول؟ لقد فعلتها، أنا الأفضل في هذه اللعبة. أنا بحاجة إلى قهوة ثقيلة. من أين أتيت؟ صباح الخير يا أبي. أهلاً. أريد تناول الإفطار. حسناً، سأحضره حالاً. حليب. هذا ممتع. تتحرك للأمام والخلف. توقفي، أعتقد أن عليك تجنب فعل ذلك. تفضلي حبوب الإفطار واهدئي. لا تتأرجحي بالكرسي، قد تعرضين نفسك للأذى. تناولي طعامك الآن. سأسكب الحليب. يامي. تناوليه كله. شكرا أبي، كم هي لطيفة. أحب رقائق الإفطار والتأرجح بالكرسي أيضا. ماذا قلت؟ لا شيء. لا تتأرجح بالكرسي، عليك توقف. يكفي، طفح الكيل. انظري لكل هذه الفوضى. أوبس،
لن أسمح بالمزيد من السخافة وسأنظف المكان. أين ذهبت؟ لقد كانت هنا. مرحباً، مهلاً. مرحباً يا أبي، يجب أن أوقف هذا. لحظة، خطرت لي فكرة بهذه الخطافات. كان علي التفكير بهذا من قبل. سأضع قطعا من الشريط اللاصق أسفل أرجل الكرسي، وسأضع فوقها أكواب الشفط. والآن سأقلب الكرسي. تناولي إفطارك. ها؟ لماذا لا يتحرك الكرسي؟ لن يتحرك أبدا. حسنا، سأتناول الطعام. أوه، أكره القهوة. شو، ابتعدي من هنا، سأرش عليك طارد الحشرات. كلا، إنه مقزز. إلى أين أنت ذاهب؟ أوه، حسناً، لقد حاولت. نانا، لا يمكنك الإمساك بي. هذا المكان جيد لتناول الحلوى. يا له من كتاب مثير. طرية جداً. هولا، ابتعدي. أمي، دعيني وشأني. هل هذا صوت الأيام؟ كلا، ربما أتخيل. أنقذيني، خذي هذا. لقد غضبت الآن. ساعديني يا أمي، هاجمني البعوض. إنه سيء فعلاً. لا تقلق يا عزيزي، أعرف ما علي فعله. أنت بحاجة فقط لبضع نقاط من هذا الشيء. سأضعها على سوار معصمك وسيمنع هذا البعوض من الاقتراب منك. ولن يزعجك بعد الآن. قبلني الآن. سأذهب للعب مع البعوض. لقد عدت للانتقام هذه المرة. خذوا هذا. صباح الخير يا عزيزتي. من أنت؟ أحتاج نظارتي. هيا، حان وقت الاستيقاظ. صباح النور يا أبي. لنفرش أسناننا. تناولي فطورك حتى تكبري وتصبحي قوية. أنا أحب حبوب الإفطار. حسناً، هل أنت مستعدة للذهاب للمدرسة؟ سأربط حذاءك حتى لا تتعثري بسببه. يا للهول، شعرك فوضوي. ربطة شعر، سأحاول أن أضعها على شعرك. ربما هكذا؟ كلا، هذا سيء يا أبي. حسناً، سأجرب شيئاً مختلفاً الآن. تسريح شعرك صعب وأنت تتحركين. لحظة، في الواقع، واصلي الدوران. أحسنت يا ابنتي، واصلي. سأضع الربطة الآن. واو، تبدو مثل قرن يونيكورن. تفضلي. أبي، مرحى. أميرتي الصغيرة، هل كان يومك جيداً في المدرسة؟ حسناً، اجلسي بينما أنهي عملي. كدت أنتهي، لذا ابقي هادئة أثناء الانتظار. أشعر بالملل. كدت أنتهي. لا، أين ذهبت؟ اخرجي من هنا. أحسني التصرف وابقي هنا. الأطفال متعبون. لحظة، ما هذا؟ لا، توقفي، هذا عملي، ابقي هنا. لكني مللت. هل تريدين اللعب بهاتفي؟ مرحى، سأتابع مقاطع فيديو. البطارية ضعيفة. لا، الشاحن مقطوع. ماذا سأفعل الآن؟ لحظة، ربما يمكنني فعل شيء بحافظة الهاتف هذا. سأستخدم هذا المنديل، ثم سأملأ هذا الغطاء البلاستيكي بالغراء. هذا يكفي، سأغلقه بمكواة الشعر. سأضعه على الحافظة،
ثم سأضيف إطار الجليتر أيضا. عظيم، يمكنها اللعب به، ستعجبها هذه اللعبة بالتأكيد، تفضلي. واو، توجد زهور وردية هنا. أمي، أريد الذهاب للسباحة. أوه، بالطبع يا عزيزتي، دعيني أحضر عوامتك. أوه، أين هي؟ ظننت أنني أحضرتها. أوليفيا، اذهبي وقفي هناك. لماذا؟ ماذا عن المجدف؟ مستحيل، هل يطفو الكرتون؟ هذه فكرة سيئة. أمي، هذا مرفوض، دعني أفكر. أوه، لقد وجدتها. لا تتحركي، هذه عوامة مستديرة. أيتها السيدة، هذه عوامتي. جدي عوامتك الخاصة. لمن يحاول، على الأقل يوجد أنبوب سباحة إسفنجي. مهلا، يمكنني استخدام هذا. اقطع قطعة من الأنبوب الإسفنجي ثم استخدم سكينا لتقطعها على هيئة شرائح. افعل هذا في كامل الجزء، كرر هذا بألوان مختلفة. والآن نحتاج إلى رباط بلاستيكي. مرر الرباط البلاستيكي عبر الثقوب في قطعتين من القطع الإسفنجية ثم أحكم ربطة. استخدم الأربطة البلاستيكية لربط الشرائح معا. اقطع الأطراف البلاستيكية الزائدة. والآن يمكنك الذهاب للسباحة. أشعر بأنني أنيقة جدا. أمي، شاهديني، كرة المدفع. انظروا، إنني أطفو. هذا مذهل، تبدين رائعة يا عزيزتي. والآن يمكنني الاسترخاء أخيرا. مرحبا، هذا رائع، أريد سترة أيضا. حان وقت تفريش أسناني. أجل، معجون الأسنان ممتع. يا للهول، ما هذه الفوضى؟ على الأقل ينظف أسنانه. يجب أن أحل هذه المشكلة. سأضع معجون الأسنان في فتحات هذه اللعبة. عزيزي، استخدم معجون الأسنان هذا. واو، هل أنت مستعدة للفراش يا عزيزتي؟ لنذكرك بطريقة مريحة. حسناً، حان وقت النوم، سأبعد هذه الألعاب. شكراً يا أمي. ما هذا؟ هل من أحد هناك؟ يا للهول، هذا مستحيل. هل هذا وحش؟ لا تتركيني. ماذا تفعلين؟ لا بأس، لا تخافي من الظلام. تمهلي، أحتاج إلى تنظيف هذه الفوضى. قد يفيدني هذا الشريط اللاصق. أعتقد أنني أعرف كيف أصلح هذا. خذوا لفافة شريط لاصق وضعوها مسطحة. ضعوا قطعتين من الشريط اللاصق على مركز اللفافة. والآن ابدأوا بالرسم على الشريط اللاصق وملء الفراغ. استخدموا ألوانا مختلفة لتصنعوا أقساما مختلفة. نريد تأثيرا بألوان مختلفة. سأضع هاتفي هنا وسأتأكد من إنارة الكشاف. واو، إنه مصباح ليلي، لن ينال الوحش مني الآن. طاب مساؤك يا أمي. بدأت أشعر بالتعب الآن. أحتاج إلى النوم للحفاظ على جمالي. يمدني هذا بشعور جيد. مهلاً، ما هذا الصوت؟ كلا، أحتاج إلى مصباحي الليلي. والآن ستراودني أحلام سعيدة. سأستخدم مبرد الأظافر قليلاً. وأنا إعصار، أدور وأدور. عليك، أنا الأسرع في العالم. ليزي، توقفي، توقفي عن الجري. والآن تعالي واجلسي على طاولتك. انظري، هذه بعض المستلزمات الفنية. لماذا لا ترسمين بدلا من اللعب هكذا؟ وأخيرا بعض الهدوء ليتمكن من التركيز. مهلا، لحظة، ما هذا الذي على وجهك؟ لابد أنك تمزحين. أعتقد أنني سأخذ منها هذه الأشياء. ليزي، ماذا تفعلين؟ لكني بحاجة إلى اللون الأصفر لإكمال لوحاتي. كيف يمكنها التسبب في كل هذه الفوضى في وقت قصير؟ إنها تفقدني صوابي اليوم. حبيبات الحلوى، خطرت لي فكرة. ربما يمكنني استخدام صينية مكعبات ثلج مع حبيبات الحلوى هذا. سأضع بعض الحلوى في الصينية بألوان متطابقة طبعا، ثم سأضيف الماء. الأخيرة،
هو بدأت الألوان تزول عن حبيبات الحلوى، وها هي تملأ الماء بدلاً من ذلك. والآن يمكنني إزالة الحلوى وتجميد الماء. عزيزتي ليزي، أحضرت لك طلاء خاصاً لك أنت. أوه، هذا جميل، إنه شيء أيضاً. لقد أوشكت على الانتهاء من اللوحة التي رسمتها. يا إلهي، يا لا من لوحة جميلة. شكراً جزيلاً ليزي، أنت فنانة رائعة. مرحبا يا أمي. هاو، هذا لذيذ. ماذا حدث لملابسك؟ أنت متسخة للغاية. ماذا في وسعك؟ توقفي، علينا تنظيفك. لكني جائعة يا أمي. لا أعلم كيف تفعل ذلك. أها، سيفي هذا بالغرام. سأحتاج إلى غسل ملابسها لاحقا. على الأقل لدي تيشيرت واحد نظيف. لدي تيشيرت نظيف لك. حسناً، لكنه سيتسخ فحسب. كيف يمكن هذا حتى؟ لا تجيبيني. ارتدي هذا. هل علي ذلك؟ أمي، أنت تفسدين تصفيفة شعري. أسرعي يا أمي. شكراً، هذا أفضل. والآن تناولي طعامك. أخيراً، إنه المفضل لدي. انظري إلى هذه الشوكولاتة الجميلة. كلا، لا تفعلي ذلك، لا يمكنني المشاهدة. لا بأس، تنفسي فحسب. مهلاً، منحني هذا الكيس فكرة. وهذا فاخر. هذا لذيذ جداً. إنها على يدي. هذا أفضل، يمكنني تناول هذا طوال اليوم. حسناً، لن أنظف ملابسك. حسناً يا أمي، لقد انتهيت. لننزع هذا عنك. علي تمزيق الكيس فحسب. ارفعي ذراعيك، وما زالت ملابسك نظيفة وجيدة. والآن اذهبي والعبي. دعاً يا أمي. ودعاً يا عزيزتي. أسرعي يا أمي. أنا قادمة. هذا أفضل مكان في الحديقة. أشعر بالملل. أمي، أريد الذهاب للعب. لا تتعبي، أريد أن أراك. حسناً، استمتعي. مقزز. أحسنت يا أوليفيا، أستمتع بهذا الكتاب كثيراً. أوليفيا، أين ذهبت؟ أوليفيا، عودي إلى هنا. يا للهول، هذا سيء. هل يمكن أن تكون قد ابتعدت؟ سيكون الأمر على ما يرام، لا تهلعي. أوليفيا، عزيزتي، أين أنت؟ لقد بحثت في كل مكان. هذه قبعتها. أوليفيا، تعالي إلى هنا الآن. لا مزيد من الألعاب السخيفة. أنت؟ أنا آسفة. أعيدي لي قبعتي. نمت كابنتي. أوليفيا، ها أنت ذا. كنت أبحث عنك، كنت قلقة للغاية. لا تفعلي ذلك مجددا. حسناً، بالونات للبيع مقابل دولارين فقط. قد تكون مفيدة. ينبغي أن يفي هذا بالغرض. البالون يطاردني. إنها لطيفة جدا ويمكنني رؤيتها. بالونين. مرحباً. مرحباً، العقول الرائعة يتشابه تفكيرها. تفضلوا يا أولاد، المعكرونة المفضلة لديكم. هل أنت بخير يا أمي؟ لذيذة، ولن ننسى الصلصة. تبدو شهية يا أمي. لما لا؟
واو، رائع. سررت بأنكم أحببتموها، وليست هناك أطباق لغسلها. أنا أحب الرسم والتلوين. أمي، رسمت سيارة. أحتاج المزيد من الأوراق. أوه، حسناً عزيزي، تفضل. سأرسم باللون البنفسجي. أحتاج المزيد من الأوراق يا أمي. أنت سريع في الرسم. تفضل. أوه لا، نفدت كل الأوراق. آسفة يا عزيزي، لم يعد لدي ورق. يا للهول، لا تبكي، لدي حل. أعرف حلاً ممتازاً. سأحتاج قطعة كرتون كهذا. سأرسم عليها الآن. ورث مهارة الرسم مني. الرسومات جاهزة. سأضيف طبقة من الشريط اللاصق. انتهيت. سأطوي الكرتون لجمع كل الرسومات. كيفن، انظر ماذا لدي. هل تريد أن تلون هذه السلحفاة؟ أترى بهذه الطريقة. لكن يمكنك تلوينها قدر ما تريد. أليس هذا رائعاً؟ واو، أعطيني إياها. سألون هذا الحيوان. يمكنني شم رائحتها. تبدو شهية. وهي كلها ملكنا. انظري إليها فحسب. ليس بهذه السرعة. هذه ليست حلوى لكنها صحية. هذا ممل. لا مزيد من الحلوى، اتفقنا؟ هذا ما تعتقده هي. مرحبا. ماذا؟ انظر هنا بالأسفل. لما أتكبد العناء؟ تفقد هذا. أوه رائع، ولدي شوكولاتة مفرودة. رائع، لكن ماذا عن أمي؟ لا ينبغي أن ندعها ترى. سأتولى هذا. مرحبا عزيزتي. يا للهول، هيا نرقص. واو، والدي رشيق جدا. على كل حال، الآن فرصتي. سأخذ موزة وأضعها هنا. مرحبا. سأدخل الأنبوبة في الناحية الأخرى ثم سألفه، وهذا سيزيل منتصف الموزة. هكذا. هل تريدونها؟ أو حسنا، لقد عرضت عليكم. شفاطة موز، إنها لذيذة. الآن دعونا نملأ الموزة. سأضع الشوكولاتة المفرودة في هذا الجزء. والآن أصبحت جاهزة. علي ضغط المقبض ثم أزيل الموزة. ها قد أصبحت ممتلئة بالشوكولاتة الرائعة. كل ما علي فعله هو تقشيرها. تبدو هذه رائعة. لا يمكنني أبداً مقاومة حركاتك السلسة. أشعر بأنني عدت مراهقة مجدداً. فتاة مطيعة، إنك تأكلين الموزة. هل نجح الأمر؟ تفقد ذلك. واو، شكرا لك يا صغيرتي. كان ذلك يستحق عرض حركاتي في الرقص. أوه يا لا لا لا، ما هذا؟ انظر، أنا فنانة موهوبة. هذا رائع فعلا. كلا، ليس كذلك. عليك استخدام الألوان بهذا الشكل. حقا؟ أجل، أتودين التجربة؟ حسنا، يبدو هذا سهلا. انطلقي. هذا ممتع. هكذا؟ كلا، سنجرب بهذه الطريقة. أمسك القلم بهذا الشكل بين أصابعك. فهمت. جيد، دورك الآن. هذا صعب. لحسن الحظ أني أحبها. كيف كان ذلك؟ اقتربت. حسنا، لنجرب ثانية. أمسك القلم بهذا الشكل، والآن سنثني هذه الأصابع. هكذا. يبدو هذا غريبا. أنا خائفة يا أبي. واصلي. أنا أستسلم. فعلتها يا أبي. مهلا لحظة، أريد ربطة الشعر هذه. هذا ما نحتاجه بالضبط. سندخل ربطة الشعر بأصابعك وسنعقد حلقة حول القلم. ممتاز. جرب الآن. ماذا سأرسم؟ وجدتها. لا تنظر يا أبي. انتهيت. انظر الآن. انظر، أنا وأنت. كم هي جميلة. هذه ابنتي. لكي من دمية الرائعة. تفضلي الحلوى. ها، هل تريدين الذهاب إلى المرحاض قبل الانطلاق؟ كلا، هيا بنا. حسنا حسنا، تشبثي. ويييي،
هذا ممتع. أوهو. لا تبتعدي يا عزيزتي. أوه هذه جميلة، أريدها. أمسكت بها. أوه رائحتها طيبة. أوه أريد قضاء حاجتي. أبي أبي لدينا حالة طارئة. وجدتها. تعالي معي بسرعة. لابد أن هناك شجيرة في مكان قريب هنا. هذا المكان ممتاز، يمكنك الاستمتاع بالطبيعة أيضا. مستحيل. حسنا دعيني أفكر. وجدتها، اتبعيني. أين هي؟ أبي. خذي. أنت تمزح أليس كذلك؟ كلا. فكر يا رجل، الوضع جدي. قد يكون هذا مفيدا. وجدت الحل. تضع هذا الدلو في صندوق السيارة، وضع عليه الغطاء ليكون كمقعد مرحاض، وها هو عرشك بانتظارك. الوقت المطلوب. سأضع هذه البطانية لأمنحك بعض الخصوصية. مجرد يوم آخر أؤدي فيه مهام الأبوة. وهيا بسرعة. لا 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 لا. إيفا، كم أنت لطيف. مرحبا، لنرى ما تشعرين به. قولي لا أريد. هيا افتحي فمك واسعا. ابتعد، لا أريد. حسنا، أترغبين برؤية حيلة سحرية؟ واو، أها نلت منك. تنجح كل مرة. لقد خدعتني. صحيح. حسنا، أريد وضع السماعات على صدرك. لا أحب هذا. هل يمكنك التوقف؟ هذا ممتع. الدب اللطيف بخير. اشتقت إلي؟ يجب أن تكون أسرع. حسنا، لا تتحركي. ممتاز. ماذا؟ الصوت جيد. أعطني هذا. 10 سنوات في كلية الطب وهذا ما أفعله. مهلا، خطرت لي فكرة. سألصق الفراشة على السماعة، والآن لم تعد مخيفة. هاي انظري لهذه الفراشة. واو ما أجملها. أظن أنها ستحط عليك. ممتاز، لا يمكنني الحركة. أمسكت بك. أذناي. أوبس، ربما ينفعك هذا. كلا كلا، لا بأس. أريد الذهاب إلى الطبيب فحسب. انتهى اليوم الدراسي، لم نعد بحاجة إلى هذا. هيا نلعب لعبة. ستحبين هذه اللعبة. هيا هيا هيا، يمكنك فعلها. هذا مضحك جدا. إذا تلفين الشعر من الناحية الأخرى. فهمت. أبي. مرحبا أيتها الفتاتان، لقد عدت إلى المنزل. ماذا تفعلان؟ تعرفان القواعد، يجب أن تذاكرا. كان ذلك خطأ صوفيا. ماذا؟ لقد خاب أملي كثيرا، وسأخذ ذلك. أعطني إياه. كلا، لا تفعل ذلك أبدا. كيف يمكن أن تكوني قوية هكذا؟ حصلت عليه. هذا ليس عدلا. لا أكترث، نحن نتعلم في هذا المنزل. هذا مخزن. المكان آمن. لحسن الحظ لدينا واحد احتياطي، وأنا لدي خطة. سنلصقه على ظهر الكرسي. أحب هذا الفيديو. مستحيل، هذا مذهل. هل تسمعين ذلك؟ إنه والدنا. أسرعي، أمسكي بكتاب. تظاهري أنك مشغولة. أيتها الفتاتان. هاتان فتاتاي الصالحتان، أخبرتكما بأن المذاكرة ممتعة. لقد غادر. أين توقفنا؟ أجل. هذا رائع. حان وقت النوم يا عزيزتي، خذي دبك. شكرا أبي. نوما هنيئا يا إيفا، أراك في الصباح. أهلا. المكان مظلم جدا، لا يعجبني هذا. أبي.
هو هذه الحركة رائعة. أنا قادم يا عزيزتي. ماذا تريد؟ قطعة مني؟ أعني هل كل شيء بخير؟ كان المكان مظلما ثم حدثت عاصفة. هي لا بأس، لا تقلقي، كل شيء على ما يرام، أنا هنا الآن. ما رأيك أن أقرأ لك قصة؟ أمضي عينيك فحسب. في يوم من الأيام يبدو أنها نامت. لا تذهب. ما زلت هنا. هذا أفضل. أوه هيا. أعتقد أنه خطرت لي فكرة، سيكون هذا القفاز المطاطي مفيداً. ها، وجدت الحل. سأضع القفاز في هذا الكوب وأطوي القفاز حول حافة الكوب وأملأ كوباً آخر بالأرز، ثم أملأ القفاز بالأرز. والآن سأخرج القفاز من الكوب وأربط عقدة به. أعتقد أن هذا سينجح. سأضعه على ذراع إيفا. أجل، يمكنني الخروج الآن. أو إصبع قدمي. تبا، لا تبكي. هالرمال ممتعة جدا. مهلاً. عليك قلبه. إنني أحاول لكنه لا ينفتح. يبدو ذلك جيدا. يبدو أنهما يحتاجان إلى مساعدتي. جربا هذا، إنه سهل الاستخدام جدا. أوهو، تدا. انظر، أي نوع من السحر هذا؟ هيا بنا. إنه طري جدا ومريح. افتح مجالا لي. الآن يمكن أن تبدأ عطلتنا. من الأفضل أن أقطع حبات الطماطم الكرزية هذا. أمي انظري، اخترت زيا جديدا، هل أعجبك؟ يا إلهي، تبدين في غاية الأناقة. أهلا أمي، هل ساعدتني والتقطتي صورة لي؟ حسناً، ها هي الكاميرا، ابتسمي. جميل، والآن اتخذي وضعيات مختلفة. أوه، تبدين رائعة في هذه الصور، تعالي وانظري. ياي، أريد رؤية الصور. هل تبدين رائعة؟ حبيبة أمك. ماذا؟ لماذا؟ كيف؟ هل يبدو وجهي هكذا؟ لذي، لابد أن هناك شيئاً يمكنني فعله لوقف دموعها. كوز الذرة، هذا هو الحل. ليزي، تعالي إلى هنا. سأضع كوز الذرة هنا، والآن قفي هناك واتخذي هذه الوضعية. حسناً، وأنا أضبط مؤقت الكاميرا. هل أنت مستعدة لنلتقط الصور؟ عنب ضخمة، يا لها من حبة أناناس عملاقة. انظري يا ليزي إلى هذه الصور الآن. ياي، إنها أفضل صور التقطتها في حياتي. شكراً أمي. والآن سألتقط صورة سيلفي لي. كيف هي يا ترى؟ هو هل هذا وجهي حقاً؟ لن أنشر هذه الصورة. عارف، يجب أن نتناول الغداء معاً يا عزيزتي. مضى وقت طويل. أمي، رباط حذائي، يجب أن أربط. ماذا عن الأسبوع القادم؟ بيو بيو. جيد، مهلاً، هيا يا عزيزتي. ها، إلى أين تأخذينني؟ فعلتها، فعلت كل شيء بمفردي. أمي، أين ذهبت؟ أنا بحاجة إلى قص شعري. أمي، لقد تمت. واو، حلوة. إنه فارغ. أريد قضاء وقت ممتع. واو، يمكنني إخراج لساني أيضاً. انظر. أعتقد أنه غير مناسب. أو ما هذا؟ يبدو مثيراً. واو، ماذا يوجد بداخلي يا ترى؟ أوه، انظروا لهذا. سأضعها كلها. سأضع واحدة هنا. رائع، إنها كالوشوم. أبدو بمظهر رائع. إلى أين ذهب؟ ليام. أوه، أنا قادم يا أمي، ما رأيك؟ ماذا فعلت؟ لا يمكنك الخروج بهذا الشكل، يجب أن ننزع كل هذه الضمادات. لا، هذا مؤلم. عد إلى هنا، ليس لدينا الوقت لهذا. ابتعدي، لقد كبرت على هذا. تعال إلى هنا يا ليام حالا. لا، لا يمكنك إجباري. اجلس وأعطني ذراعك. أعتقد أنني أعرف كيف سأحل هذا.
دون أن تشعر بأي ألم. سأغمس عودا قطنيا في الفازلين ثم أربط به على الضمادة، والآن يمكنني نزعها بسهولة. هكذا، لم يكن مؤلما، أليس كذلك؟ ها؟ أين ذهبت؟ والآن سأنزع البقية. يمكنني الآن رؤية وجهك الجميل. حسناً، هيا بنا. نسيت إزالة واحدة. هذا سر بيننا. حسناً عزيزتي، لنلقي نظرة على غرفة اللعب. تبدو مرتبة. هناك الكثير من الأشياء. أوف، هناك مواضع خطر كثيرة هنا. كلا، ابقي هنا يا عزيزتي، لا تتحركي، سأجعل هذه الغرفة آمنة لك، ستساعدني هذه الأغراض. يجب أن أغطي الزوايا الحادة، سيساعدني الشريط اللاصق كثيرا. أوف، يبدو كل شيء آمنا الآن، كان ذلك مرهقا. حسناً عزيزتي، هل أنت مستعدة للعب؟ هاي آي، لقد سقطت. مرحة، وقت اللعب. لحظة، لا تتحركي، كان ذلك وشيكاً. بقيت خطوة واحدة فقط، سأضع قطعة من الشريط اللاصق على الأرضية ثم سألصق السجادة عليها. هكذا، ستبقى في مكانها الآن. يمكنك اللعب الآن. مرحة، وقت اللعب. أوف،